انا نرى انه الانسانه هذه مع كامل احترامي لشخصها ما عنديش محتوى. التيك توك والانستغرام وكل شيء هو اعلام بديل وهو زاد النصبه البديله. اول حاجه نحب نسالها ساعه، الحجاب علاش لبسته؟ الحجاب حريتها الشخصيه، تلبسه كيما تحب، تحب تعمل ميك اب، تحب تعمل اللي تحب. لا عجبتك لا مدينه، لا عجبتك وحده سافره متبرجه من ما نعرفش، ما يعجبك حتى شيء. يا أخت ضحى، الشيء اللي قاعدة تعمل فيه ولا المحتوى اللي قاعدة تقدم فيه هل هو يتماشى مع الحجاب اللي فيه يعني أوامر الله أو لا؟ مشكلة فيك أنت يا سي عبد القادر الخليفة الفيك. شرحين خاص مني أنا الخونة أسامة السعفي، خاطر قبل سبق له أنه انتقدنا وقال انه برنامجنا نصبه متاع اشهار، حبيت نقول له خويا مرحبا بيك في النصبه ومعاك مولا النصبه اون بيرسون. فما فرق راهو بين الكل في الكل وبين استوديو نوف. نقول لك حاجه قدوره، انه انا مازلت قاعد على قلبك لهنا في البلاصه هذه وقاعد معاك كل جمعه. نحمل زميلتي مروه الرمضاني ان هي للاسف الشديد جعلت من برشا حمقى مشاهير. قالوا برنامج غادي، قلنا اسأل الهيكا وقالوا علينا دخلاء وكلام خايب وكذا، وإحنا هنا هوني انتو ملينا بارارارارا، علش الكلام الدوني وجبدان الخنار. مش انتاج، ما فماش حاجة جديدة في التلفزة. التلفزة عبارة معناها عبيد قاعدة ترسكل وتعاود في القديم. عندي الحق في النفاذ للمعلومه، ماذا بينا اداره التلفزه التونسيه كمرفق عام توضح لي 1300 اللي موجودين فيش قاعدين يعملوا. تونس سبعه وقت اللي كان اسمها تونس سبعه كانت ثم انتاجات. مؤسسه محترمه ياسر، ديجا اربع سنين التالي انجت مسلسل ورده وكتاب نجاح باهر، ابداع، الوان، ايتالوناج، اخراج. إذا تندم راك تقف، إذا تندم راك تتعذب، إذا تندم تولي الجلاد متاع روحك. ما تندمش، مشى هذاك مشى، الماضي مشى. تعرف أنت أكثر عبد تعرف اللي أنا من غيرك نضيع، علاش مشي؟ كده يا قلبي حتى مني كل حاجة حلوة فيا. إذا حتمشي وتسيبني في الحياة والدنيا دي.